السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأخوات، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. كما كتشوفوا يوم جديد، فيديو جديد إن شاء الله. نقدمكم واحد الوصفة اللي هي سهلة وبسيطة ومكونات سهلة، ولكن في نفس الوقت كتجي راقية في التقديم ديالها إن شاء الله. نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم، وما تمشيو فين، يلا تبعوا معايا الكوزينة. كيف ما كتشوف الاخوان، اليوم غنعطيكم هذه الوصفه هذه اللي هي مدلينات او بما يسمى كيك ميني كيك. المقادير اللي غنحتاجو هنايا، عندنا 5 البيضات يكونوا متوسطين في الحجم ديالهم، وعندنا كاس السكر، وعندنا كاس الزيت معمر، وعندنا واحد دانون الاختيار ديالكم، وعندنا هنايا واحد فاني، وواحد خميره الحلوى كبيره الدرهم، والدقيق على حسب الخليط. يعني اصلا الخليط ديالو كيجي بحال الكيك، يعني على حسب الخليط، الدقيق على حسب الخليط، ثم يعني هيكون ميزانكم في الدقيق. صافي كما كتشوفوا الاخوان، هذه الطريقه هي اللي كيجي عليها هذا الخليط ديالنا، وصافي كنعمروه في هذا الاناء هذا، وكان ما كنعمروهمش هاد الكواغط، ما كنعمروهمش كاملين، يعني كنعمروا على النص ديالهم، صافي كندخلوهم الفران وكيطيبوا بحال الكيك، يعني الطياب ديالهم بحال الكيك عادي. انتما تبعوا معايا حتى الاخر. Bye.
وكيما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا. انا نقدمهم في هذا التفصيل هذا وعنزوقهم، نوريكم غير الطريقه ديال ما نزوقهمش طبيعه الحال كاملين، نوريكم غير الطريقه اللي غنزوق بها واحد 3 ولا 4 الحبات باش تشوفوا الطريقه اللي عملت انا وصافي. ونتمنى انه ينالوا الاعجاب ديالكم، اعجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الحباب ديالكم، ويتعلمكم شي تعاليق مرحبا بها، يعني حطوا اي حاجه بغيتوا تعلقوا عليها مرحبا، التعليق ديالكم كنستافدوا اكثر وكنزيدوا القدام ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، وكنشكر الناس كاملين اللي حطوا لي ديك التعاليق الزوينه تبارك الله عليهم. هادشي اللي كاين، وفيديو اخر ان شاء الله.